الو ها مهند، من ورا جنابك الكثيفان واصل اول واحد، بس غير جقايرك تعبانه. اقول لك غيد وصلت تمام، يلا باي 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 باي. غيت هلا منير، شلونك؟ تمام الحمد لله، انت شلونك؟ اهلا استاذ منير، نورتنا. ولا ادري انتوا هنا، يعني كان على الاقل عزمتوني. اكيد طبعا استاذ منير نتشرف. لا ما راح نقدر، لانه عزومتنا هالمره عائليه، فمنتمين عائله بيناتنا، عالجايات ان شاء الله. ايه ليش لا؟ عادي ترخص. الو منو؟ جماله منو؟ ها انت اللي خليتي لي القلم والساعه بالاستعلامات؟ اه تذكرتش. شكرا جزيلا، تسلميني. انا كلش مشغول، يعني الجدول مالتي كله فاضي. ايوان يلا تمام اوكي جايج. بس لا تكره اللون الازرق ولا اتفائل بيه كل شيء. هسه شنو اقول؟ لا معده شقيات. سؤال، انت مزوجه؟ زين هذا السؤال دا تتعرف فيه علي لو عندك قصد بيه؟ كنت تقولي الاثنين والله وصلف. يعني ما دام صارت اكو ميانه بيناتنا، انت تعرفين من خلال البرنامج انا يعني برج الاسد. تعرفين برج الاسد؟ سمعت زفت. حالاً. وانت شنو تستحي من الناس؟ لا هذول مو ناس، هذول ناس يعرفوني ويحترموني. والله وعرفنا نقطة ضعفك، تخاف من الجمهور. يعني مو أخاف، وإنما أحترمهم. شيب بريش نورس ضايع بدونك، مثل شذرة بلاية محبس ضايع بدونك. عني دور قول وقب يا مكان بيا مدينة، شلون ما تفتقد واحد كان مالك بحنينة. ضايع بدونك افتقدني، I'm
فاقد انا صاير بدونك ووجهي ما يتشاف شكله صاير بدونك ضاعتي بوجه المعاني من كثر دمع الجواني والمرايا استغرب دنيا حصاير شخص تاني صاير بدونك أني هواي أحسن الحمد لله. بابا شلونه؟ كل ما أخابره مغلق، يعني معقولة هالقد ما يسأل علي؟ خف بعده زعلان من مالك. ليش خطية مو تليفونه وقع وانكسرت الشاشة وودها للتصليح؟ أكيد ترى دا أموت من القهر لأنه ما يسأل علي. إذا بعده زعلان من مالك قليلي. بس هو خطية يمكن أدى مشكلة بسيستم المصرف الأمني، يعني قلبي ما مرتاح، أحسكم تشذبون علي. سوى خطية نايم لو قاعدة أكيد كان حكى وياك. وبابا زعلان، تعلميني بيه، ومن راح أرجعها ما راح يبقى متنك ولا عبالك مسوي عملية خوف. بعد أنت تعرفيه لي لا خلي يبقى زعلان. أنا أدري بيه، هو يمكن يمك وما يريد يحكي. لا والله حبي، هو مو بالبيت، هو بالمستشفى ويا يوسف. ليش هو يم يوسف؟ والله حبي أنا ما دا لحق، يعني لازم أرجع للبيت أساعد جنة بالشغل، هي ما تتلحق على شي وحدها وحتى شغلها عافته. ألو. هلا مالك، شلونك؟ هلا وغيد، شلونك؟ شو اخبارك؟ تمام الحمد لله. انت شلونكم؟ زينين؟ الحمد لله زينين. اقول لك غيد، هاي ريم رايتك. غيد. هلا حبيبتي، بيتشي؟ انا عرفت بوضع بابا. ألو. هلا أستاذ، والله آسف، يعني أنا صار لي ظرف في المحكمة وما قدرت أجي اليوم. إي يعني مو بيدي. لا أنا أعرف مقصر، أعرف غلطان، بس مو بيدي الموضوع، يعني شو أسوي؟
انت ليش بدك تحكي بهاي الطريقه؟ دا اقول لك مو بيدي. لا شنو ما علي صوتي؟ علي صوتي. لا انت مو مال احترام، انا جايك انا اعرف شو اسوي بيك. شو اسوي؟ كل شيء اقدر اسوي. جايك اصبرني اصبرني. الو. اي نعم، ذياب المحامي وياكم. تفضلوا. اها، محكمة الأسرة ملعبي. القضية تخص حضرتك. زين تشرفونا للمكتب. اني بالمحكمة. لا يعني بقرات المحكمة، هسه راجع للمكتب. يلا بانتظاركم. يلا عيني ماشي. إيمان الله. أنا ضميت عليك لأن وضعك ما يتحمل، أنت بيا حال. لا تخافي، إن شاء الله بابا أحسن. أنا اللي قاهرني هو نايم، وأنا أقول زعلان عليه وما يحكي وياي. ريم الله يخليك كافة تبكي. احنا راح نرجع منا باقرب حجز. انا هنا مختنقه من قبل ما اعرف. الطبيب سمح لك؟ اي حبيبتي لا تخافين. انت وين يا بابا؟ اي افتحي لي كاميرا خلي اشوفه. ريم حبيبتي الله يخليك كافي تبكين، انت طالعه من عمليه مو زين عليك. ماشي حبيبتي، دير بالك علي. تمام حبيبتي، انت هم دير بالك على نفسك ولا تنقهرين. مو محترمين. لو محترمين ما تتعاملون بهاي الطريقه. بس ناس ادبسيسيه ادبسيسيه سفله. هاني لكم. هاي من الحظ، الفقير ما يعيش بنصكم. طردوني مو؟ هذا ما افضحكم. سمعوني زين، سمعوني، شوفوا ايش راح اسوي فيكم، بس اصبروا. صبروا يا طايحين الحظ. قادرين على الفقير. بالهم ابلحه واسكت، والله ولا اسكت. حيوانات. بالهم هذول يسكتون الدنيا كلها تسكت. لازم انا اعلمكم على شنو صافنين، على شنو جاي تباعون، وعلى شنو رايحين. ابقوا ابقوا، هي فضيحه فضيحه. السلام عليكم. انا بس احب اناشد الخيرين والشرفاء الموجودين بالبلد. يعني شنو بعد هذا البلد ما بي قانون؟ ماكو اي احترام؟ الفقير ما يعيش بنصكم، اللي يعيش بذل واهانه. اخوان انا اشتغل موظف بشركه، وهسه طردوني من هاي الشركه الادبسيسيه، وطوني ربع ساعه يقولوا لي لمغراضك. انا هاي لميت غراضي، وهذول الموظفين جاي يباعون. لميت غراضي بربع ساعه ويطردوني منه انا ليش؟ انا حتى ابقى موظف بالشركه لازم يهينوني ويسبوني ويشتموني وما يحترموني، واوافق؟ لا والله ما اوافق. ومن نرد اشتكي عليهم يهددوني. ما اخاف انا، ما اخاف لو مو تهددون، اخاف بس من الله. اتمنى صوتي يوصل. بسزيه
احمد انت ايش رايد بالضبط؟ ما رايد شيء. انا صورت لكم فيديو وانتم جاي تطردوني، اريد بس انشر كل شيء ما اريد. اي وراها؟ افضحكم. ايش راح تستفاد؟ كل شيء ما استفاد، اريد اطلعكم على حقيقتكم. انت ما كنت هيك احمد، ما كنت هيك، يعني انا كنت اضرب بك المثل بالعقل والهدوء، شو جاك؟ الظروف اللي مريت بيها اذتني هواي. احنا قصرنا وياك بشيء؟ لا والله. هسا على العموم امسح الفيديو ورجع اغراضك وكمل دوامك. بعد انا اشكرك استاذ، اعتذر مره ثانيه. ما صار شيء. شكرا. قم لك قم! شاكو! جاي تسوي؟ داس اواكل! لك انت مخبلت تنبصر على ميسي! لك تشو تصيح! لا شو اسوي يا حبيبي يا هارون؟ يا عبالي! نقوم شوف لنا معطر شي مو جاينا ناس! ما عندنا لا معطر ولا شي! وش كم مرة قلت لك؟ من تجي اسوق وياك! بعدين تعال اقول لك! البارحة انت وين كنت؟ ها؟ بدياله! وش تسوي؟ خليت لي برا وجيت بس وحق راسك يا هارون ما فرغ من القشره التوبه بعد دا اسويها وصدق بوحده قوم جيب لنا معطر قوم شيل بصل وياك خير. مساء الورد. أنا عبالي عطر المكان بس دخولك علي عطر المكان وعطر المنطقة والشارع. لك هلا. هارون لا تجيب معطر. أنا دياب حسن أمر خدمة استريحي. شكرا. مكتبك حلو فنتج. عيونك أحلى تسلمين. تشربين شي؟ لا لا شكرا ما يصير ما يترحم هارون هارون امر خدمه حار بارد شاي قهوه نسكافيه كوفي لاتيه لاتيه ادز لك لوكيشن متيه بعدين شنو المصاريف هاي كلها؟ ايش عجب اول تالي؟ هذا اني خصصت لهن صرف من وجه ثاني استاذ شكرا ما اشرب شيء قلت لك ما اشرب شيء هي سمعت بس مغلس بنطلع مش روح امر الست أستاذ الذياب أنا عندي قضية طلاق بس مو إلي صديقتي Thank you.
لعد وين الممرضة دزيتها إلك؟ خليتها تعلمني وتروح، هسه تجي. ليش تتعبين روحك يا حبيبتي؟ هذه تاخذ فلوس على شغلها. أنا أريد أتعلم أحسن. يجوز هذا الوضع يطول سنين. أنا محضرة روحي لكل شيء. محضرة روحي أعيش طول عمري خدامة جوا رجلي. ما أريد لا يندل ولا يحتاج أحد. يا رجال اللي يجي أهم من عنده. روحوا له فدوى كل الزلم. هذا مو بس أبوي. هذا أبوي وحبيبي ونظر عيني. أنا لو أدري هيك راح يصير يوم واحد ما فارقته. ثري تو وان. ورجعنا لكم بعد الفاصل حتى نستقبل كل اتصالاتكم أحبائي المستمعين، ونستقبل أول اتصال. حبيبي شلونك؟ اهلا استاذ، شلونك يا حلو؟ انا سامر الكتالوني. يا روحي انت يا سامر، انا بخير ما دام انتم بخير، وكل المستمعين الحلوين بالف خير. حلقتك ذاك اليوم كانت تجنن، ويا صديقة البرنامج غيت ما صعدني فد يوم وياك بالبث. الو حتى هنا انا صارت واسطات. لا يعني الاستضافة كانت صدفة، بس اكيد راح اعودكم فقرة اسبوعية وقرع بين المستمعين حتى نختار منهم ضيف بالبرنامج. إن شاء الله تكون أنت أحد الضيوف، نستقبل مقترحاتك كل شيء. تفضل حبيبي. ألو ألو، قطع الاتصال وروح لي أغنية ونرجع. وناخذ اتصال ثاني ونقول الو، من ويانا؟ شلونك استاذ؟ انا متابعكم طه علي. يا هلا بطه، وبيا هلا بيك يا حبيبي. وبيك اكثر استاذ، انا مستحيل اطلع للشغل قبل ما اسمع منك البرج مالتي استاذ، خصوصا الوضع العاطفي استاذ منير. الظاهر يا طه العاطفه مديته كلش. اي والله استاذ راح اموت. اسم الله عليك يا حبيبي. وشوف راح اقول لك شيء واحد، لا تخلي الامور العاطفيه تكون محور حياتك، لانه صدقني تعبك. استاذ منير احنا وين حاصله بيدنا هاي الامور؟ ما مثلك ما شاء الله، دق علاقات مشهور وكله معجبات وزحف على البنات بحجة تقرأ الأبراج استاذ منير. يعني هو شنو، هو حسد لو أنت جاي تحاسبني؟ يعني معيب قدام المستمعين؟ شنو الكلام هذا؟ أنا متصل ولي حق عليك. تحترم نفسك وتحكي مثل الأوادم. ليش أنا حيوان؟ طلع وجهك الصدق، ليش تخليني أحكي؟ مخلصاتك كلها عندي. اقطع الاتصال اقطع الاتصال اقطع الاتصال، نطلع فاصل غناء ونرجع. انتي وين؟ ليش صاير شي؟ هسه تجين اريد اشوفك. انتي وين؟ ما اقدر. شنو يعني ما تقدرين؟ هسه تجين ضروري. اذا تريد تشوفني انت تجي. وين؟ هسه راح ادز لك اللوكيشن. باي. بصت بهالثاني لازم قضيه تشبه قضيه صديقتك، هم رجلها خاينها ويا وحده ثانيه وتريد تتطلق. يعني هسه بحاله صديقتي شنو لازم نسوي؟ ها لازم نعرف حجم الضرر، يعني هي محتاجته ماديه لو لا، حتى نعرف شلون نقدر نلعب وياه. هي بس مأثر بيها موضوع الخيانة وتريد تطلق. يعني هي تحبه لو لا؟ طبعاً لا، لأن لو تحبه كان ما خلته يروح يخونها ويا وحدة ثانية. ممكن ذيك الثانية وحدة أدبسز ودخلت تريد تخرب حياتهم. لا مو أدبسز، بنية حالها حال كل البنات. أنت ويانا علينا شواك بويا ذيك ضد صديقتك. لا يعني بس أنا أعرف صديقتي زين، هي هملة تزوجها هواية وخلته يخونها. زين عندها جهال لو لا؟ شو فرق؟ يفرق. إذا عدا جهال من عنده فلازم البيت إلها والجهالها، أما إذا ثبتنا إنه هو ماد إيد عليها ناخذ النفقة ونسحل سحل. أنا سؤالي هي تقدر تتطلق لو لا؟ وشلون نقدر نساعدها؟ لازم أعرف كل تفاصيل القضية. طيتك كل التفاصيل؟ مو كافي، لازم تجي هي صاحبة الشأن تجاوبنا على 100 سؤال حتى أقدر أفهم. يعني بحالة موكلتك هي تتطلق لو لا؟ تتطلق، بس رجلها مكلب وراح يتعبنا شوية، أما بالأخير إذا قبلت تتنشز راح تطلق بس تخسر كل حقوقها، أما إذا أثبتنا خيانته راح نطلقها وناخذ كل الحقوق منه لأن أكو ضرر.
شلون نقدر نثبت الخيانة؟ مال صديقتش لو مال موكلتي؟ نفس الشيء. يعني اكو ممكن بالفيديوهات بالمراسلات وهاي مو مضمونه 100%. هي صديقتك خلتج تسوي وكاله وانا العب لها بيه لعبه طير لها. من تدخلين هذا المكان لازم تعرفين شيء. شنو هذا الشيء؟ القانون. من تجي من الباب كل شيء متحصلين. شو نسوي؟ ننزل له من البيتونه. ما أدري اليوم شفتي حبيب القلب صار وياه خطية جمهورة فضحها. يقولون علي أبو بنات هو ما تحمل وتارك وياهم. سبحان الله العركة كلها تسجلت ونزلت على البيجات. وشلون عناوين سخيفة هسه راح أدز لك روابط شوفيهن. وآخر رابط مكتوب بخبر ارتباطكم. خبر شقد يزعج. وشلون عالم ما تستحي كاتبين هيك عنكم؟ وانتي مرة متزوجة على ذمة رجال. انتي وين هسه؟ لازم نلتقي ونحل هذا الموضوع. أنا ما أسمح لأي أحد يشوه بسمعتي. انتي فاهمة الموضوع كله غلط. ليش لا؟ هسه أنا قاعدة بمكان حلو وهادي. تعالي هنا ونسولف. أعرف أستاذ أنا غلطان ومقصر، بس أنا ما أريدك تضوج ولا تعصب، لأنه هذول مدفوعين وأنا أعرف منو اللي دافعهم. إي شفت العركة منزلة على البيجات، أنت تعال شوف يم التعليقات كلها سب وشتم وكل شيء. إي هذا كله شغل جيوش أنا أعرف، وأنا أعرف منو وراء هاي القصة. وأنا هسه رايح أتفاهم وياه. بالسلامة. شو تخبطي؟ اقعد خلني اتفاهم. ايش تشرب؟ سم اشرب. ما يبيعون هنا سم، اطلب لك عصير بدون شكر. شوفي، لا عبالي جبتيني هنا مكان عام اكون عاقل. لا، انا انفضحت وانفضحت، وبلا ما تجندين الناس وتدفعين فلوس، هسه هنا اكسرك تكسر تاخذين الفيديو من المطعم وتنزلي، صادقين تصيرين ترند. انا اقول اطلب لك موهيتو هنا يسوي خبر. اقول لك انت غايبه صار لك شهور، ايش ذكرك فيه؟ شلون كان اللقاء ويا غيد حلمو؟ جاب تفاعل؟ وش وقت مقرر تسوي قرعة لباقي المستمعين؟ وضيف اسمي بالكت يطلع بالقرعة تستضيفني. غيد؟ غيد صديقة عزيزة من سنين وهي أصلا متزوجة. يا عيني ايش قد تحب أصدقائك. شوفي بلا هاللوات هاي وأنا غيد ما عندي شو وياها، وبعدين تروحين هسه وتدزين وتمسحين كل المنشورات اللي موجودة، افتهمتي لو لا؟ تتدلل بس تعوف غيد نهائيا. اقول لك انا اطلع ويا 60 بنيه دق ستوريات ومطاعم وطبات وطلعات. ايش معنى غيد خليتيها هنا؟ لان انا اعرفك من تحب وتهتم، وانت تحب غيد وكان كلش مبين عليك باللايف. بابا هاي البنيه ايش دخلها بموضوعنا؟ هاي البنيه هي موضوعنا اساسا، ورحت لها لبيتها وقلت لها منير يخصني واللي توصل يا منير اعرف ايش اسوي بيها. ايش بابي انت مخبله؟ شفت؟ شفت ايش قد تحبها؟ من شنو خايف؟ ها من شنو؟ خايف لا تعرف بكل سوالفك؟ ايش رايك؟ حكيت لها كل شيء. اقدر اعرف ايش يصير؟ منير هاي منو؟ مو قلت لك حبيبته. وانا ايش عليه؟ حلو الظاهر كلش بايعتك، الموضوع كل السكرت وانا جيت ونبشت بيه. اقول لك غيد مو هيك انسانه محترمه. يا عيني جد احب ذني اللي يبيع عن شرفيات وهالعبارات. اشرف منك وغصبا عليك، اذا انت ما محترمه لا عبالك بنات الناس كلهم مثلك. على الاقل انا سنجل ولا ما مولاد على كلمه زايده راح امسح حد على رحم والله. انت شو بس لحظه بس ما تحكي يا عمي انت تلعبين بي العب بيش طابه وخليك فرجه العب بيش طابه. هاي المره اللي بعدها على ذمتي اللي هي ام ابن الصير ام يوسف تتعارك ويا هاي البنيه على استاذ منير مقدم البرامج المقدم الاذاعي اللي يطلع ببرامجه ينصح العالم. والله شنو الاسره وقالت الاسره
صدقين عندك حكايه؟ تقدرين تقولين شيء؟ تفترين بالمطاعم ورا هذا الرجال؟ قولي ايش عندك تفترين وراه بالمطاعم؟ احكي يلا.